مرحبا بكم مشاهدينا. قال مصدر رسمي في مصر مطلع على سير مفاوضات سد النهضة اليوم الأربعاء أن مصر بات أمامها العودة إلى مجلس الأمن بعد إعلان أثيوبيا بدء ملء سد النهضة بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية. وأشار المصدر إلى أن مصر قد تطلب عقد جلسة جديدة وإصدار قرار بشأن سد النهضة، متوقعا أن تطلب فرنسا أو ألمانيا عضو المجلس عقد هذه الجلسة. وكان وزير المياه الأثيوبي قد أعلن اليوم الأربعاء أن أثيوبيا بدأت من خزان سد النهضة على النيل الأزرق بعد يوم من فشل المحادثات مع السودان ومصر.